أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، كذلك يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. هذه الآيات من سورة إبراهيم. ربنا تبارك وتعالى ضرب لنا فيها مثلا، وهذه الأمثال يضربها الله تبارك وتعالى للعالمين، ويضربها للناس كافة لعلهم يتذكرون، وما يعقلها إلا العالمون. فهذا المثل ضربه الله تبارك وتعالى حتى يبين لنا مسألة من أهم المسائل، بل هي أهم مسألة. فقال: ألم ترى، والخطاب هنا موجه للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل الأمة. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة؟ وهذه الكلمة الطيبة قال العلامة السعدي عليه رحمة الله في تفسيره، قال: هي لا إله إلا الله، دي الكلمة الطيبة. قال: وفروعها، هذه هي الكلمة الطيبة، لا إله إلا الله. وهذه الكلمة من أجلها أرسل الله تعالى الرسل، ومن أجلها قامت هذه الحلقات. ما قامت هذه الحلقات إلا لتقرير شهادة أن لا إله إلا الله، وبيان ضدها ألا وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. هذه الحلقات، لأن هذا هو دعوة الرسل، ولأن الشرك منتشر اليوم عندنا في بلادنا بل في كل العالم، ولا يعني يغفل عن ذلك إلا جاهل أو متكبر ضال. فربنا قال: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. وشوفوا يا أخوانا، التوحيد ده إذا صلح بيصلح تاني سائر الأعمال. عشان كده شوف المثل العجيب ده، هذه الشجرة الطيبة قال العلامة السعدي هي النخلة، شجرة النخلة. وهذه الشجرة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، الشجرة دي بالمناسبة يعني شجرة مباركة فيها فوائد عظيمة جدا. عشان كده جاء في الصحيحين البخاري ومسلم من رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة كالمؤمن لا يسقط ورقها. وفي رواية كالمسلم لا يسقط ورقها، قال: فحدثوني ما هي. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابة وذكر لهم شجرة، قال لهم: في شجرة، الشجرة دي زي المؤمن، الورق بتاعها ما يسقط. قال: فحدثوني ما هي. قال: فوقع الناس في شجر البوادي، يعني الناس بقى يقولوا شجر كده شجر كده من شجر البوادي. قال ابن عمر: ووقع في نفسي أنها النخلة.
قال فاستحييت، بس ما قال. ابن عمر كان صغير، وفي وجود الأكابر استحى. وابن القيم عليه رحمة الله عقد في هذا الحديث فوائد عظيمة جدا، من أراد أن يراجع فليراجع زاد المعاد لابن القيم، جاب فوائد عظيمة جدا لهذا الحديث، منها إنه الإنسان يعني في وجود من هو أكبر منه سنا وعلما لابد الإنسان يكون له حياء ويتأدب. فشوف ابن عمر مع إنه عارف الإجابة، صحابة كبار قاعدين وقعوا في شجر البوادي، بقى يقولوا شجر كده وكده، ابن عمر قال فوقع في نفسي أنها شنو؟ النخلة. قال فاستحييت، ما قال. قال فقالوا حدثنا بها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هي النخلة. قال فذكرت لأبي، أبو منه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال فذكرت لأبي، يعني قال له إنه أنا كان وقع في نفسي إنه الشجرة دي النخلة، لكن استحييت ما قدرت أقولها. قال فقال لي لوددت أنك قلتها وليس لي كذا وكذا، يعني قال له يا ريت لو كان قلتها هي النخلة، ولو كان قلتها والله قال ما أتمنى بكلامك ده، لو كان ذكرت إنه دي النخلة ما أتمنى بها كذا وكذا من أمور الدنيا. وابن القيم قال وفيه أن الإنسان يفرح بولده إذا كان يعني من أهل العلم والإيمان وكذا، الإنسان بيفرح إذا شاف ولده ناجح في الحياة بالذات في الأمور الشرعية. فعمر بن الخطاب فرح وقال له والله أنا كنت أتمنى تقول الكلام ده قدام النبي عليه الصلاة والسلام، أنه ده ولده في النهاية كان حيفتخر به. فهذه الشجرة المباركة هي شجرة النخلة. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وده يا أخواننا حال الإنسان الموحد المؤمن، دائما تجد منه الخير متى ما حل وأينما حل، فهو كالغيث زي المطر. الإنسان المؤمن والزول الموحد في أي محل ينزل ويحل زي المطر. شاكد النخلة دي الآن شوف الناس بيستفيدوا منها كيف، بس ما في حاجة في النخلة انت تقول لي دي والله ما نافعة نرميها، ناس بيأكلوا البلح، وفي ناس بيشيلوا الصبيطة دي بيعملوا منها المقاشيش مش كده، وفي ناس بيشيلوا الجريد بيعرشوا به بيعملوا بس سقف بتاع البيوت مش كده، وفي ناس بيشيلوا منه البتاع ده الليف يسووه في الحمام. فشوف النخلة دي فيها خير من كل النواحي، كذلك التوحيد وكذلك دعاة التوحيد، فهم كالنخلة أينما حلوا نزلوا بالخير على الناس. شاكده أنت لو زول عاقل تستفيد من دعاة التوحيد. والله شفت اللي بيكلموك عن التوحيد ديل، لأنه شوف توحيدك ده لو صلح خلاص أنت بعدها شوف ربنا قال عن النخلة قال أصلها شنو؟ ثابت، ما خلاص الأصل بتاعك بقى ثابت، وفرعها وين؟ في السماء. أنت أصلك ما ثابت خلاص، عقيدتك في الله براو ده الأصل الثابت، ما بتعرف إلا الله تبارك وتعالى، قلبك ده ما معلق إلا بالله تبارك وتعالى، أنت كده الأصل بتاعك ماله بقى ثابت. ومن هنا تعرفه إنه أي دول الأصل بتاعه مزعزع ده ما بيمش لقدام، الأصل مزعزع ما بيمش لقدام، قلب مليان بالشيوخ ده أصل مزعزع، ولو صلى ولو صام ولو حج ولو زكى ولو فعل ما فعل ولو أكل الكسرة ولو حفظ القرآن، طالما قلبه ده مليان بالشيوخ والفكية تأكد تماما إنه ده الأصل بتاعه مزعزع. والأصل مما يكون مزعزع الباقي كله تنساه خلاص انساه. الآن أنت في البنيان الأساس لو ما ثابت هل باقي البنيان بينجح؟ ما بينجح، لابد يقع لابد يقع.
شكد أخوانا التوحيد ده الأساس وده الأصل، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، كذلك يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. دي أمثال تستفيد منها. بعد ذلك ربنا قال ومثل كلمة خبيثة، دي كلمة الكفر، نديك منها مثال على الأقل أرفع عليه الفيوضات الربانية. دار تعرف كلمة خبيثة؟ نديك مثال طوالب من الواقع ولا تمش لي قدام. تعال افتح الصفحة، افتح 42-43 عشان أوريك هذه الكلمة الخبيثة التي تثت من فوق الأرض ما لها من قرار. شاكيدا نحن النازل إن شاء الله أنا جثة لك من فوق الأرض ولا يقوم لهم قرار بحول الله وقوته. عرفتها؟ افتح القصيدة بتاعت أيوة. دار تعرف الكلمة، كلمة الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى، ده كتاب الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية، تأليف محمد سعيد القادري، وعنده رقم إيداع وأول طبع له سنة 2000، وعنده ترقيم دولي، وعنده مطبعة بتطبعه، وما يجيك صوفي يغشك يقول لك هذه الكتب مدسوسة. مدسوسة كيف؟ هي الطبعة الأولى سنة 2000 ونحن هسه سنة كم؟ 2016. معقولة 16 سنة يكون مدسوس؟ وده لو كان شوك بتاع حوت أكان مرق. والله يا ناس في شيء 16 سنة بيكون مدسوس؟ ها؟ عشان تعرف كذب أو لا الناس. لكن أصو زي ما بيقولوا أهنا الشينة منكورة، الشي الشين ماله منكور، أصو فيها مما تقبضهم بالكتب دي، يقول لك هذه الكتب مدسوسة. طيب نحن كان ما قلنا كنتوا حتقولوا مدسوسة ولا بتخلوها قاعدة وتتباع في السوق؟ كان بيخلوها قاعدة، لكن لما تقبضن طوالي يقول لك شنو؟ يقول لك مدسوسة. ودي ذكرتني قصة بحكيها طوالي. قالوا في جنينة بتاعت زول عنده فيها فواكه مانجا وبرتقال وجوافة، بعدين عامل فيها سور زي السور البرة ده، وفي شفاف في الحلة عامل له غلبة يومي بينطوا جوا وبيلقطوا البرتقال والبتاع والمانجا. فعمك جاب سريره ورقد تحت الشجر، قال الليلة أشوف بعد المنو. راجل تحت شجر المانجا ونام، أظن الشافع جاء طلع فوق في الشجر ولقط وأكل. أثناء ما هو قاعد وقع به فرع بتاع الفرع بتاع الشجر وقع بالشافع، الشافع جاء واقع فوق عمك، بس عمك قبضه لك، قال له والله يا حاج ما أنا، والله ما أنا، ما أنت ما أنت كيف حيكون منو يعني؟ وأنت جاي أسي من فوق تقول له ما أنا؟ فشوف الصوفية نفس القصة، مما تقبضه مدسوس مدسوس مدسوس. وين يا دول؟ وين مدسوس؟ لا لا ما مدسوس، ده كتابك انت بس اركز. طيب قال ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت أمدت راحتي. الكلام ده واضح ولا نشرحه؟ ذراعي يده، ده منو ده؟ محمد سعيد القادري. قال من فوق السماوات كلها، وكلها دي للتأكيد، يعني قال يده دي رافعة كده وجايبة بفوق السماوات السبع. تخيل معي زول في الواطة رافع يده، يد واحدة بس، اليد دي طالعة بجاي ومارقة بفوق للسماوات السبع وجاي نازلة بوين؟ قال ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي. الراحة يا هندي، يعني يده دي طالعة كده بفوق للسماوات السبع جاية نازلة بهناك تحت الحوت، والحوت وين؟ في المحيط، تحت البحر، تحت بطن الحوت، معناتها ماسكة الدنيا كلها، معناتها زود لها ماسك شنو؟ ماسكة الدنيا كلها. قال ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي وأعلم علم الله أحصي حروفه وأمري أمر الله لو قلت لشيء كن يكن. ده هو الكفر، الدارين جثوا من تحت الأرض، من فوق الأرض، من كل مكان، ما له من قرار. ده هو الكفر الذي لا بد من بيانه ولا بد من كشفه ولا بد من بيان عور هؤلاء الناس. الكلام ده واجب يا أخوان، ما تفتكروا أنه ده تشفي، ده واجب علينا نبين هذا الكلام للناس.
الآيات ليس فيها شرح طويل، لكن من خلفي متحدثين، أنا أكتفي بهذا. قدم الشيخ أحمد، أحمد البدوي. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.